طمني شو صار معك؟ ما صار معي شيء. طلع فيني، بدك تأذي أختك؟ بدك تأذيها؟ عم بسألك جاوبني، بدك تأذيها؟ ولك نسيت مين هاي؟ هاي مايا، مايا حبيبتنا كلنا. ولك لسه عم تدافع عنا؟ ولك هي بنتي، بنتي مثل ما أنت ابني. لك أمي مشان ربك خلصنا بقى، لك خلصنا. حسي فيني أنا تعبت من جوا، تعبت. وكيف ترتاح؟ تذبحها؟ تأذيها؟ لكن بدك يعني اتركها؟ والعالم والناس شو بقول لهم؟ قل لهم اتجوزت خطيفة؟ ومسلم؟ مسلم ولا يهودي، هي اللي اختارت، نحن شو فينا نعمل؟ حاربها، قاطعها، اعمل اللي بدك اياه، بس لا تأذيها يا ابني، من شان الله لا تأذيها. مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ احكي شو مشي الحال؟ يعني قدمنا بلاغ ضد هذا الواطي اللي اتجوزته انه خطفه. ايه رح ضل وراهم لحتى الان. وبس تلاقيهم ساعتها بحلق الحلاق. فادي شو وليد معجب فيك كتير كتير، بس ينعجب بحدا بغنجو كتير كتير. أو لا جو صار فيك تروح. روح. نحن منوصل بالإذن. ايه حبيبتي مالي فيه؟ شو انا ماني مرتاحة. شوفي كتير تعباني، مش قادرة أقف أكتر من هيك. بس سيوريد بنشكرك على السهرة الرائعة دي وعلى الفيلا الحلوة قوي دي. يلا حبيبتي. ثانك يو مسيو. ثانك يو.